السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة النهاردة هنكمل مع بعض مدخلات المخزون، بداية من شاشة بيانات الرفوف، ضغط 2 كليك شمال، دبل كليك شمال على الشاشة فتحت لنا الشاشة بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. شاشة بيانات الرفوف بنستخدمها علشان نعمل ترميز لرفوف المخازن اللي بنخصصها لأصناف معينة علشان نسهل عملية التعرف على مواقع الأصناف نوصل لها بسرعة، سواء عند عمليات بيع وفي عمليات البيع وفي عمليات الجرد أو عند عمليات التحويل مثلا. الأول هنستعرض إيه اللي موجود في الشاشة من بيانات. هنلاقي إن إحنا عندنا بيانات مضافة قبل كده على المخزن رقم 1 مثلا، ودي اللي هيئناها في المحاضرة اللي فاتت من شاشة بيانات المخازن لما ضفنا المخزن وضفنا فيه أسماء الرفوف تحت اسم الرف ورقمه وربطهم هو طبعا بالمخزن أوتوماتيك لأن إحنا أضفناهم أثناء إضافة المخزن بيانات المخزن رقم 1. طيب ازاي اقدر اضيف بيانات لمخزن جديد او رفوف لمخزن جديد؟ لازم اضيفها من شاشة بيانات المخازن ولا ممكن اضيفها من هنا؟ لا طبعا ممكن اضيف بيانات للرفوف من هنا ونعدل كمان على البيانات القديمة للرفوف اللي كانت هيئت من او ادخلت من شاشة بيانات المخازن. فبالاستعراض هنا البيانات ديت، باستعراض البيانات ممكن اعمل هنا عملية تعديل، بالضغط على زرار تعديل هيسمح لي ان انا اعدل اسماء الرفوف وكمان المخزن اللي هي مربوطة عليه. وفي حالة إن أنا عايز أضيف بيانات جديدة هعمل عملية إضافة، وهيجيلي هنا في رقم الرف هكتب الرف رقم 1، اسم الرف بنطلون مثلا. لو عايز أكتب الاسم بالأجنبي هضيفه، مش عايز أضيفه هي خانة اختيارية، لكن للتنويه إذا كنت بشتغل النظام باللغة الإنجليزية لازم هضيف الاسم بالأجنبي علشان هو اللي هيظهر معايا في العمليات إذا كنت بشتغل النظام باللغة الإنجليزية. المخزن اللي عايز أربط عليه هذا الصنف هنا باجي بدوس F9 عشان يعرض لي كل المخازن الموجودة عندي، أختار منها المخزن اللي أنا بهيئ الأرفف والرفوف بتاعته وبضيف بيانات أسف الرفوف بتاعته. بعد كده هنزل على السطر رقم 2 بالضغط 2 كليك شمال في خانة رقم الرف هيسمح لي إن أنا أكتب رقم رف جديد. بعد كده هكتب هنا مثلا فستان، هاجي هنا أحط له المخزن بتاعه بالضغط على F9 في خانة المخزن وأختار المخزن اللي هيتربط عليه، ولو أنا عارف رقم المخزن هكتبه مباشرة بشكل مباشر وخلاص. بعد كده بعمل عملية حفظ. بكده إحنا هيأنا أو أضفنا بيانات للرفوف على المخزن رقم 2 واستعرضنا بيانات الرفوف اللي كانت موجودة في المخزن رقم 1، وبكده دي كل بيانات الرفوف اللي موجودة عندنا في كل المخازن. هنخرج ونخش في الشاشة اللي بعدها، شاشة بيانات الأصناف. شاشة بيانات الأصناف من أهم الشاشات الموجودة في المخازن لأن من خلالها بقدر أضيف صنف جديد أو أعدل على بيانات صنف قديم، شرط أن يكون الصنف دوت محصلش عليه أي عمليات علشان يسمح لي بالتعديل على بياناته. الشاشة هنا الهدف الأساسي منها إن إحنا نهيئ وفقا لاحتياجات الشركة على حسب رؤية الشركة المخزنية طبعا وسياساتها المخزنية. هنعرف البيانات الأساسية للصنف في الجزء العلوي هنا لفوق دوت، وبعد كده في عندي عدة تبويبات موجودة في الجزء السفلي تحت هنا هقدر من خلالها أضيف بيانات مختلفة للصنف يتيح لي التعامل عليه. في طريقتين أقدر أضيف فيهم بيانات للأصناف، ممكن أضيف الأصناف من الشاشة هنا مباشرة بالضغط على علامة إضافة على زرار الإضافة،
أول حاجة وقف لي فيها في البيانات الأساسية نوع الصنف. نوع الصنف هنا بيتيح لي إن أنا هو حق اختياري مبدئيا زي ما احنا شايفين، وبالضغط على السهم دوت بيتيح لي إن أنا أربط هذا الصنف بنوع من الأنواع الأصناف اللي احنا ضفناها من شاشة أنواع الأصناف. طيب إذا بالاستعراض هنا الأنواع الأصناف ديت غير ملائمة بالنسبة لي وعايز الصنف اللي أنا بضيفه دوت هو نوع جديد، عايز أضيف له نوع صنف جديد، فبضغط على السهم اللي هنا اللي جنبها بيوديني لشاشة بيانات بشاشة أنواع الأصناف اللي من خلالها أقدر أضيف نوع جديد صنف للصنف أقدر أربطه عليه. وبالخروج هرجع تاني لنفس الشاشة اللي كنت فيها. فخلينا هنا نضيف مثلا البنطلون مثلا. فلما نيجي نضيف بنطلون، نوع الصنف بالنسبة لنا هو سلعة مش خدمة، وهو مش خامة، هو منتج تام. فأنا كده فعلا محتاج أضيف له نوع صنف جديد. هدوس على السهم اللي جنبها زي ما قلنا، وأروح لشاشة أنواع الأصناف بالضغط على زرار إضافة، ضاف لي رقم الصنف، رقم نوع الصنف رقم 4 لأن في 3 أنواع مضافين قبل كده، وهكتب هنا منتج تام. في حالة إن أنا ضفت زي ما قلنا في المحاضرة قبل كده، إن أنا ممكن أربط في الشاشة هنا الصنف نوع الصنف بالمجموعات المخزنية بتاعته في حالة إن أنا أكون دخلتها. ده اللي هنعمله دلوقتي فعلا، هنضيف مع المجموعات المخزنية لهذا الصنف عشان نربطها بنوع الصنف دوت. فهنا هنيجي في المجموعة الرئيسية، يعني المقصود بها المجموعة الرئيسية، هضغط على السهم هنا وأقول له ده سلع ومنتجات، اختار المجموعة سلع ومنتجات رقم 1. بعد كده هاجي في المجموعة رقم المجموعة الفرعية وادوس على السهم، اقول له ان ده انتاج تام، اختار مجموعة الانتاج التام. بعد كده هاجي في رقم المجموعة تحت الفرعية، اختار المجموعة اللي انا عايزها، كذلك في المساعدة وكذلك في التفصيلية. ولو مش عايز اربطهم بأي، لو مش عايز اربط نوع الصنف دوت بأي من هذه المجموعات، هو غير اجباري خالص ان انا اربطه، لان انا ممكن اربط الصنف نفسه بالمجموعات ديت من شاشه بيانات الاصناف زي ما هنشوف. هنعمل هنا حفظ ونرجع تاني لشاشه بيانات الاصناف بالضغط على خروج، هيرجعنا تاني لشاشه بيانات الاصناف. في نوع الصنف بضغط على السهم، ظهر معانا نوع الصنف منتج تام اللي احنا ضفناه من شاشه انواع الاصناف. بعد كده باجي لرقم الباركود. إذا كنت عايز أضيف رقم باركود خاص بالصنف بضيفه هنا، مش عايز هو حق اختياري غير إجباري بالمرة. بعد كده هنا رقم المجموعة، هنا اللي يقصد بيه المجموعة الرئيسية، وهنا أنا بربط الصنف مباشرة بمجموعة رئيسية بالضغط على F9 وأنا واقف في خانة رقم المجموعة. هيظهر لي كل المجموعات الرئيسية اللي تم إضافتها من شاشة بيانات المجموعات الرئيسية. وفي حال إن حافظ رقم المجموعة هدوس رقمها على طول، هكتب رقمها على طول وأدوس إنتر، فبيظهر لي رقم المجموعة. في رقم المجموعة تحت الفرعية نفس الفكرة، إما بقف فيها وأدوس F9 ويظهر لي كل البيانات اللي تم إضافتها من مجموعات فرعية شاشة المجموعات الفرعية، أو لو أنا حافظ رقم المجموعة بكتبها بشكل مباشر، وكذلك رقم المجموعات تحت الفرعية والمجموعات المماثلة نفس الفكرة. بعد كده هنا باجي في رقم الصنف وبكتب رقم الصنف. طبعا أنا كتبت هنا 001 علشان أقدر أضيف لغاية 999 صنف من هذا النوع من الأصناف. بعد كده هنا وقف خانة رقم المرجع، لو عايز أكتب رقم مرجع
كنت واخد منه الداتا ديت هكتبه، مش عايز، هي خانة اختيارية مش إجبارية. بعد كده هكتب هنا اسم الصنف بنطلون رجالي جينز مثلا، عايز اكتب الاسم الاجنبي اللي هضيفه، مش عايز، مفيش اي مشكلة خالص. بعد كده بنيجي البيانات الرئيسية، وفي البيانات الرئيسية هنبدأ بمواصفات الصنف. مواصفات الصنف هنا لما ضغطت عليها كليك شمال واحدة فتح لي الشاشة الويندو ديت أو النافذة ديت عشان أقدر أكتب فيها الوصف اللي أنا عايز أكتبه عن هذا الصنف. إذا كان الصنف ده ليه بيانات كتير مش هقدر أكتبها كلها في اسم الصنف، فممكن أضيف فيه مواصفات الصنف. وطبعا لازم أكون علشان أشوفها في العمليات البيانات ديت لازم أكون مختار في متغيرات المخزون، شاشة متغيرات المخزون، إن إظهار مواصفات الصنف، أكون مفعل المتغير إظهار مواصفات الصنف عشان يظهر معايا في العمليات، لأن لو مش مفعله مش هيظهر معايا في العمليات. بعد كده عايز أضيف وصف أجنبي لمواصفات الصنف، هضيفه بالضغط هنا كليك شمال واحدة في الحقل بتاع مواصفات الموصوفات بالأجنبي، ظهرت لي النافذة ديت اللي أقدر أضيف فيها مواصفات الصنف باللغة الأجنبية. بعد كده هنا في مجموعات مساعدة، بقف بدوس F9 بتظهر لي كل المجموعات المساعدة اللي تم إضافتها من شاشة المجموعات المساعدة. ولو عايز أضيف مجموعة مساعدة جديدة بضغط على السهم دوت بينقلني في شاشة بيانات المجموعات المساعدة اللي من خلالها أقدر أضيف مجموعات مساعدة تانية. بعد كده المجموعات التفصيلية نفس الفكرة، هنا جينز مش نبردين، والتصنيف نفس الفكرة. في حالة إن البنطلون دوت ممكن يشتغل معايا في الصيف ممكن يشتغل معايا في الشتاء، ممكن مربطوش بتصنيف علشان أقدر أستخدمه في أي سيزون أو مع أي تصنيف. بعد كده هتجيلي خانة التكلفة الأولية. خانة التكلفة الأولية هنا زي ما احنا شايفين بتسمح لنا إن احنا نضيف أرقام لقيمة كتكلفة أولية لهذا الصنف. ممكن أجيب التكلفة الأولية ديت لو الصنف دوت ليه رصيد افتتاحي، فبحط التكلفة الأولية بناء على الرصيد الافتتاحي دوت، وهيكون طبعا السيستم حاسبها لي بالمتوسط المرجح من الفترة اللي فاتت. وفي حالة إن هو صنف جديد ممكن أحطها قيمة الشراء مثلا لهذا الصنف. بعد كده الوحدة الافتراضية لما ضغطت كليك شمال عليها طلع لي كل الوحدات القياس اللي تم إضافتها من شاشة وحدات القياس، فإحنا هنا طبعا هنستخدم القطعة. لو عايز أضيف لهذا الصنف سعر افتراضي ممكن أضيف له سعر افتراضي، هيكون مش السعر الحقيقي لأنه هيتحسب له، هيكون هنا ده سعر افتراضي فقط. عايز أضيف نشاط الصنف بالضغط على السهم جنب نشاط الصنف، هيعرض لي الأنشطة الموجودة، فأقول ده نشاط سلعي مثلا. رتبته لو ضفت رتب أضيف، أقدر أضيف من الرتبة، ممكن أضيف هنا رقم فاتورة الشراء اللي اشتريته بيها مثلا، كان رقم فاتورة الشراء مثلا. لو عايز أحط فترة ارتجاع للصنف لازم تكون فترة الارتجاع ديت باليوم، فهيكون مثلا خلال 14 يوم. عايز أحط مقاسات للصنف مثلا احط مقاس كذا مثلا 39، لو ليه لون ممكن احط له لون مثلا ازرق. بعد كده هنا في الطول، اذا الصنف بتاعي ليه طول
او عرض او ارتفاع او حجم او مساحة او وزن اقدر اضيف في الخانات ديت البيانات الخاصة بيهم، وطبعا اللي هتكون هي خاصة بالصنف دوت، رقم التصنيع بتاعه اذا كان ليه رقم تصنيع عندي بيطلع من ادارة التصنيع او ادارة الانتاج هحطه هنا، الموسم اذا كنت ضفت موسم في المواسم البيعية من متغير من بهيئة النظام في شاشة الترميزات العامة اقدر اضيف اختار منهم هنا. بعد كده هنا في الخاتمة أو آسف الخامة، الخامة هنا مثلا ممكن أكتب جينز، ممكن أكتب قماش، ممكن أكتب أي حاجة تخص خامة الصنف دوت، الماركة لو عايز أكتب الماركة، الشركة المصنعة، بلد الصنع وما إلى ذلك من بيانات رئيسية لهذا الصنف. بعد كده في هنا استخدام نظام الأوزان، الحقل دوت يتضمن الوزن والحجم والمساحة والأطوال والمسافات في حالة إن أنا الصنف بتاعي بيخضع لأحد هذه الأنظمة من أنظمة الأوزان. وبعد كده هنلاقي عندنا هنا السماح باستخدام الكسور، يبقى انا كده هنا هستخدم الكسور مع هذا الصنف في حالة ان انا عندي الصنف ده يكون فيه كسور، مثلا الكرتونة مثلا يكون فيها 10 زجاجات، فانا عندي كرتونة و5 زجاجات فهنا عايز استخدم الكسور، انما انا في البنطلون مش هستخدم الكسور طبعا. الصنف ده غير قابل للارتجاع بتفعيل هذا المتغير، هيكون الصنف ده غير قابل للارتجاع. بعد كده الصنف ده صنف خدمي، في حالة إن هو صنف خدمي هستخدم المؤشر دوت، وبتفعيل المؤشر دوت السيستم هيعرف الصنف دوت على إنه صنف خدمي مش سلعي، زي الخدمات اللي بتقدمها المؤسسات والأفراد، زي مثلا عمليات الصيانة، زي التدريب وما إلى ذلك من الخدمات اللي ممكن تقدمها المنشآت أو الأفراد. في حالة إن أنا بضغط هنا إن الصنف دوت محجوز، يبقى أنا كده حجزت الصنف دوت، والنظام مش هيسمح بصرف أي كمية من الصنف دوت ولا أي تعاملات على عمليات الصرف إلا لما نشيل هذا المتغير او نلغي هذا المتغير. في حالة ان انا بختار هنا التشيك بوكس يبقى نقطة ديت، بكده الصنف دوت مش هيقبل في عمليات البيع ان هو يباع بالاجل، لازم هيباع كاش او نقدي. بعد كده التشيك بوكس بتاع اصل اللي هو المسمى بتاعه اصل، بتفعيل المتغير دوت هيحتسب ان السيستم هيحتسب ان الصنف دوت من الاصول الثابته الخاصه بالمنشاه وهيتعامل معاه في نظام الاصول الثابته، وبالتالي بيعه هيكون غير متاح. طبعا الاصول بتتباع مبيعات راس ماليه، ما بتتباعش من خلال مديول المبيعات. هل وفي حاله ان انا اعلم ان الصنف دوت من المستلزمات او مستلزم، معنى كده ان الاصناف ديت متممات للصنف، و عدم توافر المتممات لا يؤثر على الصنف بشيء. كل المتغيرات ديت وغيرها طبعا اللي هنستعرضه لسه على حسب سياسة الشركة المخزنية ورؤيتها. بعد كده استخدام الملحقات، يبقى أنا هنا كده هستخدم ملحقات مع الصنف دوت، معنى كده إن الصنف ده ليه ملحقات وهيترتب على كده ربط الصنف بملحقاته في شاشات النظام اللي جاية. هنا بتفعيل المتغير صنف مركب، السيستم هيتعرف على ان الصنف دوت صنف مركب من عدة اصناف ويباع كصنف واحد بعد التركيب في شاشة تركيب الاصناف المركبة. استخدام الارقام التسلسلية، يبقى انا هنا كده هستخدم ارقام تسلسلية للاصناف
اللي من هذا النوع استخدام معهد الموظفين في حال ان الصنف دوت مثلا كمبيوتر، فهعتبره ان هو اصل وهديه لموظف، فهيبقى في عهدة هذا الموظف. ولما اجي في الشاشات الخاصة بعض الموظفين واستعرض الاصناف الموجودة فيها، هيتاح لي الصنف ده والصنف اللي انا اديت له هنا او فعلت هنا المتغير بتاعه استخدام معهد الموظفين. بعد كده هنا في تخزين الأصناف، الصنف دوت غير مخزن، يعني مش صنف مخزني ولا صنف مخزن ولا كلي، هيشتغل مخزن وغير مخزن؟ لا طبعا، ده بالنسبة لنا صنف مخزن. وكل تاني المتغيرات ديت متغيرات اختيارية. المخزون الافتتاحي هنا دي عرض فقط، بتظهر لما يكون في رصيد افتتاحي مرحل لهذا الصنف. الكمية المتوفرة بتظهر بناء على العمليات اللي حصلت على الصنف وبتعرضها لنا. متوسط التكلفة برضو السيستم يحسب اوتوماتيك ويعرضه لنا هنا. بعد كده هنا في المتغير موقوف، يبقى انا هنا بوقف التعاملات على هذا الصنف تماما، سواء بالتوريد او البيع او التحويل، لحين تغيير هذا المتغير. عندنا هنا فوق كمان في البيانات الأساسية للصنف مكان او مساحة نقدر نضيف فيها صورة للصنف دوت، وده من خلال الضغط على زرار تحميل الصورة اللي بتفتح لنا نافذة على الكمبيوتر بتاعنا، من خلالها نقدر نختار الملف اللي بيحتوي صورة الصنف بتاعنا ونعمل لها عملية إضافة هنا على النظام. هننتقل بعد كده لتبويب الوحدات الصنف. وحدات الصنف هنا اللي هي الوحدات الخاصة بقياس هذا الصنف، بالوقوف في خانة الوحدة بدوس F9، بتظهر لي كل الوحدات المتاحة لهذا الصنف، بختار الوحدة اللي أنا عايز أتعامل بيها على هذا الصنف. العبوة بتاعته أي الوحدة الأصغر في القياس هي برضو واحد وحدة، يعني العبوات المكونة للوحدة ديت هي واحد برضو، يعني القطعة بتكون من كام عبوة؟ هي بتكون من عبوة واحدة أو قطعة واحدة فقط. السعر بتاعه بضيف هنا سعر. بعد كده بختار هنا للصنف دوت، أو آسف للوحدة، وحدة القياس اللي أنا ضفتها للصنف دوت، هل هي وحدة رئيسية فهيتعامل بيها النظام على هذا الصنف في عمليات العمليات المخزنية وفي البيع وفي عمليات البيع وفي عمليات المشتريات وما إلى ذلك؟ هل هي وحدة بيع فقط؟ هل هي وحدة شراء فقط؟ هل هي وحدة جرد فقط؟ هل الوحدة ديت غير قابلة للبيع؟ ففي حالة شراء الخامات مثلا ممكن اعلم على الوحدات ان هي غير قابله للبيع موقوف، يبقى انا اوقفت هنا التعامل على هذه الوحده. وممكن اضيف للصنف اكتر من وحده قياس ليه، احنا هنختار له هنا ان هو وحده رئيسيه. بعد كده بننتقل لتبويب البيانات الاخرى. التبويب دوت زي ما احنا شايفين متقسم لثلاث اقسام. القسم الاول خاص بالكميات المجانية والضمان والتكلفة والضريبة. القسم الثاني هل الصنف ده له بدائل او لا، وده طبعا هتستخدم في حالة شركات الادوية والصيدليات ومستحضرات التجميل والكيماويات وما الى ذلك. هل الصنف دوت صنف موزون؟ طيب الميزان بتاعه اسمه ايه؟ الكي بتاعه؟ طيب رابط اليوتيوب للصنف، لو عندي يوتيوب فيديو محطوط على اليوتيوب للصنف دوت اقدر اضيفه من هنا بالضغط على حقل رابط اليوتيوب للصنف، فتح لي النافذة ديت اللي اقدر من خلالها احط اللينك الخاص بالفيديو على اليوتيوب. رابط تحميل البروشور للصنف، لو الصنف انا معمول له بروشور على حطه على الانترنت اقدر برضو احط اللينك بتاعه من هنا. وهكذا. نوع رقم الوثيقة ونوع ورقم الوثيقة المرجع وتسلسل الوثيقة، دي كلها بيانات احصائية او عرضية بيعرضها لي النظام اوتوماتيك من اخر عملية تمت على هذا الصنف.
صنف، هل الصنف دوت صنف إنتاج؟ إذا السيستم هنا لن يسمح ببيع هذا الصنف، لكن هيصرفه فقط على عمليات الإنتاج لمديول أو نظام الإنتاج في نظام أونكس. نسبة هامش الربح فوق التكلفة المعيارية، أنا هنا بحط نسبة هامش ربح لهذا الصنف. بعد كده في تصنيف الصنف، هل هو منتج تام؟ هل هو نص مصنع، منتج ثانوي؟ وهل هو معاد تصنيعه؟ هل هو خام؟ خامة يعني، هل هو تالف مؤقت، تالف نهائي، تالف مؤقت يعني ممكن يتم إصلاحه، تالف نهائي؟ هل الصنف دوت للتعبئة والتغليف؟ هل هو لاستخدامات أخرى؟ أنا ممكن أختار له هنا إن هو منتج تام. بعد كده نيجي للجزء العلوي دوت، هل هنا يسمح بكميات مجانية؟ مجرد إن أنا نشطت المتغير دوت يسمح بكميات مجانية، هيسمح لي إن أنا أضيف هنا نسبة من الكميات المجانية، وفي حالة إن أنا ما عملتلوش تنشيط زي ما إحنا شايفين كده ما بيسمحليش إن أنا أضيف هنا أي حاجة. هل الصنف ده عليه ضمان بتفعيل هذا المتغير؟ هقدر أكتب فترة الضمان على هذا الصنف باليوم، وده يكون مثلا في حالة الأجهزة الكهربائية، الساعات وما إلى ذلك. نسبة الحد الأدنى للتكلفة لهذا الصنف كام؟ نسبة الحد الأعلى للتكلفة كام في المية بالنسب؟ هنا لو الصنف عليه ضريبة فاحتساب نسبة الضريبة كام في المية من الصنف؟ هل الصنف ده له عمولة ولا لأ؟ طيب إذا هو له عمولة، طيب نوع العمولة بتاعته نسبة ولا مبلغ؟ ممكن نختار كما يتراءى للمنشأة. بعد كده الموردين، التبويب دوت بيظهر لي كاملا في حالة إن أنا اخترت في متغيرات المخزون ربط الصنف بأكتر من مورد، وهنا بقف في خانة رقم المورد ودوس F9. في حالة إن أنا ضايف موردين بستعرض الموردين بتوعي الموجودين كلهم، وببدأ أختار منهم المورد أو مجموعة الموردين اللي هضيفهم وأربط عليهم هذا الصنف. مجرد ما بكتب هنا رقم المورد بيظهر لي الاسم بتاعه هنا، بضيف السعر بتاعه، وبعد كده العملة بتاعته بختارها من هنا من العملات. أهم حاجة بعد ما بضيف الموردين بتوعي أختار مين فيهم المورد الرئيسي، بأن أنا بختار أو بنشط المتغير المورد الرئيسي قدامه. طبعا إحنا ما وصلناش في التدريب بتاعنا أو في الشرح بتاعنا لنقطة إضافة الموردين، لكن هي بالنسبة لنا خانة، يعني كلها خانات اختيارية وليست إجبارية. بعد كده الباركودات، لو أنا عايز أضيف باركودات مختلفة للصنف أقدر أضيفها من هنا، وده علشان أشتغل بيها على الصنف، ووحدة القياس للباركود ده بتكون قد إيه، بتكون اسمها إيه يعني. هنا بقف ودوس F9 عشان يستعرض لي كل الوحدات اللي احنا ضفناها على النظام. هنا غير قابل للبيع بتفعيل المتغير دوت، الباركود دوت المربوط بهذا الصنف لن يتم البيع بيه نهائيا. بعد كده اقدر اضيف ملحقات لهذا الباركود من هنا، ان انا اقف في خانة الملحقات وأضيف له ملحقات زي ما أنا عايز على الباركود دوت. بعد كده المخازن، أقدر أربط الصنف دوت بمخزن معين بالوقوف في خانة المخزن. طبعا المخازن بدوس F9 المخازن بتظهر لي من المخازن اللي تم إضافتها من شاشة المخازن. هنا الحدود، في الحدود هنا اسف قبل من ننتقل لنقطة الحدود، المخازن هنا كمان بتعرض لي، السيستم بيعرض لي كمان اوتوماتيك المخازن اللي موجود فيها هذا الصنف، والكمية المتوفرة من هذا الصنف في كل مخزن من المخازن الموجود فيها قد ايه. بعد كده الحدود،
هنا الحدود هي تبويب للرقابة على حدود الصنف، فبيقول لي الوحدة الصنف ديت اللي هو بيشتغل بيها ايه هي، الحد الأدنى منها قد ايه، والحد الأعلى من الصنف قد ايه، حد الطلب ليه قد ايه، وكمية الطلب الافتراضية وما إلى ذلك. بعد كده الحركة، التبويب هنا هو تبويب إحصائي بيعرض لي بيانات على حسب التواريخ اللي أنا بحطها له هنا، فأنا عايز أستعرض البيانات الخاصة بي، الكمية الواردة والكمية المنصرفة لهذا الصنف من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، ومن مخزن كذا بحدد المخزن اللي أنا عايز أستعرض منه. طريقة العرض هنا أنا عايزها بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو بشكل شهري أو بشكل سنوي أو كلي على حسب ما أنا عايز. بختار نوع الوثائق اللي أنا عايز أستعرضها، هستعرض رصيد الافتتاحي أو هستعرض مثلا فاتورة المبيعات اللي هي فواتير المبيعات اللي اتباع بيها هذا الصنف، فهيبان لي هنا الكميات المنصرفة بس وما إلى ذلك. ولو ما اخترتش أي متغير من دول أو أي اختيار من دول بيظهر لي كافة البيانات الخاصة بالتعاملات على هذا الصنف أو الحركات اللي حصلت على هذا الصنف. بعد كده معدل دوران البيع أو تبويب معدل دوران البيع. هنا دي شاشة برضو عرضية بيعرض النظام فيها آليا صافي المبيعات ومعدل البيع اليومي على مستوى كل شهر من شهور السنة، سواء على مستوى المخازن أو على مستوى مخزن معين. يعني في حالة هنا صافي المبيعات وهنا معدل البيع اليومي، في حالة إن أنا اخترت مخزن معين فهيعرض لي السيستم أو نظام المبيعات صافي المبيعات الشهرية لكل شهر، وصافي معدل البيع اليومي في كل شهر قد إيه على المخزن دوت. وفي حالة إن أنا اخترتش مخازن هيعرض لي البيانات إجمالية عن كل المخازن. بعد كده في تبويب البيانات التحليلية، الغرض من التبويب دوت عرض آخر المعلومات التحليلية والإحصائية للصنف الخاصة بأسعار البيع ومتوسط تكلفة الصنف، الكميات الواردة والكميات المبيعة والمتبقية، تاريخ أول توريد، تاريخ آخر توريد، تاريخ أول صرف وآخر صرف وما إلى ذلك من البيانات الموجودة في الشاشة. التكلفة الأولية لي قد إيه، إجمالي كميات الوردة وما إلى ذلك، من خلال إن أنا يا إما بختار مخزن معين عشان أستعرض عليه كافة البيانات ديت أو أعرض كافة البيانات الخاصة بالصنف في هذا المخزن، أو أقول كلي فبيعرض لي كل المخازن. وبعد كده بدوس هنا عرض طبعا بعد الاختيار بيعرض لي كافة البيانات الموجودة في المخازن. فهو هنا لأن الصنف دوت معلوش حركاته، هو أول صنف نضيفه على السيستم، فكل البيانات المتاحة بالنسبة للنظام هي التكلفة الأولية ليه بس، فجاب لي إن التكلفة الأولية ليه 100 جنيه، ما حصلش عليه توريدات، في آخر سعر توريد صفر، لسه ما ضفناش ليه كميات في الأرصدة الافتتاحية بتاعته، فالكمية المتوفرة برضه صفر، وهكذا ما حصلش عليه مبيعات وما إلى ذلك. بعد كده تبويب الأسعار، التبويب الخاص بالأسعار هو بيستعرض مستويات التسعيرة على مستوى كل وحدة قياس لهذا الصنف، فهنا بيكتب لي مستوى التسعيرة واسمها والوحدة بتاعة التسعيرة ديت، الوحدة اللي بعمل بيها الصنف على التسعيرة ديت، وسعر التسعيرة ديت دي ايه اللي بيتعامل بيهم هذا الصنف. بعد كده في تبويب الأصناف المركبة، في حال هنا إن الصنف دوت صنف مركب بقدر أجيبه من الضغط على علامة أو زرار الأصناف المركبة. هنا هيفتح لي شاشة اسمها تجميع الأصناف المركبة، هنشوفها لاحقا في محاضرة قادمة إن شاء الله رب العالمين، إزاي بجمع الصنف المركب من أصناف موجودة عندي قبل كده. وبالتالي بيعرض لي هو هنا في الشاشة ديت إذا كان الصنف ده مركب، ويعرض لي الأصناف المجمع منها والمكون منها هذا الصنف. وفي حالة إن أنا
بكارية الصنف المركب من هنا، ممكن أروح للشاشة الأصناف المركبة زي ما قلنا من الزرار الخاص بالأصناف المركبة، وأبدأ أكون له هنا، أحط المكونات بتاعته، وبعد كده بعمل حفظ وبرجع تاني للشاشة اللي كنت فيها بالخروج. شاشة البيانات، تبويب البيانات الإضافية. التبويب دوت بيتيح لي إن أنا أحط بيانات إضافية عن هذا الصنف في حال إن البيانات الموجودة عندي غير كافية، وإن أنا عايز بيانات أكتر عن هذا الصنف، عايز أدون بيانات أكتر عن هذا الصنف، أقدر أضيفها من التبويب دوت. بعد كده تبويب الرفوف، هنا بيستعرض لي الرفوف المكون عليها أو المخزن عليها هذا الصنف على مستوى كل مخزن، وبتظهر البيانات ديت من شاشة اللي احنا دخلناها من شاشة مواقع الأصناف في الرفوف أو بيانات الرفوف وما إلى ذلك. بعد كده حركة الملحقات، هنا الشاشة ديت من خلالها بقدر أستعرض حركة الملحقات على مخزن واحد أو على كل المخازن، الملحقات الخاصة بهذا الصنف ممكن أستعرضها كمان بنوع الوثيقة، ممكن أستعرضها باللون، ممكن أستعرضها بالحجم على حسب ما أنا عايز أستعرض وأشوف هينزل لي البيانات بتاعتي هنا. بعد كده المستلزمات، ده تبويب بيعرض لنا في النظام المستلزمات الخاصة بهذا الصنف، هنستخدمه مع الأصناف يعني اللي ليها مستلزمات، طبعا حسب استخدام مؤشر المستلزمات في البيانات الرئيسية، ومن خلاله بيتم ربط الأصناف مع الصنف دوت مع تحديد الكميات. فمثلا احنا هنا في تبويب المستلزمات، إذا أنا كنت مفعل في البيانات الرئيسية هنا هنا ان هنا الصنف ليه مستلزمات، فبرجع هنا واقول المستلزمات بتاعة الصنف ده هي ايه. البدائل، في حال ان انا اكتفت من التبويب الثاني ان الصنف دوت ليه بدائل، التبويب الثالث اسف للوحدة البيانات الاخرى انه الصنف ده له بدائل، يبقى هنا هربط البدائل بتاعته او احط البيانات البدائل بتاعته من خلال هذا التبويب. واقدر استعرض زي ما احنا شايفين من زرار عرض هنا البيانات الخاصة بهذا الصنف. دي الطريقة الأولى اللي أضيف فيها صنف على النظام. الطريقة التانية إن أنا بضغط إضافة، وبعد كده باجي هنا على علامة الإكسل استيراد من ملف إكسل، ويجب أن تكون صيغة الملف بالترتيب دوت. هو هيقول لنا إن الملف بيبدأ القراءة من ملف الإكسل من السطر التاني. السيستم بيوجهنا ازاي نعمل شيت الاكسل اللي عايزين نضيف منه الاصناف، وبعد كده هنا بدوس على زرار تحديد مسار الاكسل زي ما احنا اتعودنا، بعد كده بدوس استيراد من ملف اكسل، بيفتح لي نافذة احدد على الكمبيوتر بتاعي احدد منها الملف الاكسل اللي انا عايز اضيف من خلاله البيانات بتاعة الاصناف بتاعتي. ودول الطريقتين اللي نقدر نضيف فيهم صنف على نظام اليونكس. تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.